ليكي شوبرا، فيني افهم شو سبب العداوة اللي بينك وبين مرتي؟ ما بتتركي ولا فرصة مشان تهنيها؟ ما كان بدك تعلميها، مشان هيك رجعتي لنا الرسوم وسكتنا، بس هاد اللي عم تعمليه هون شو إله داعي؟ ما هي اهدى شوي، خلاص. العمى ماهين روق، تم استدعائكم حتى تجوا بكرة على الساعة 9. شو ماما؟ بسرعة حكي لي شو صار معكن هنيك، ما عاد فيني استنى. ايه انمول ابني، خلاص خلي اهلك يرتاحوا شوي على القليلة. شو انتو منكن تعبانين؟ صراحة برتيبة نرفضت. لا انت شو عم تحكي ماهين؟ بس بعدين مش الحال، برتيبة رح تروح بكرة. شو حلو. بكرة؟ أنستا لبراتيبا شوبرا هنيك باللجنة وساوت لنا هالقصة كلها. الله أعلم شو هو السبب وليش هيك كرهانتا، على كل حال وافقوا بالأخير. لهيك بكرة الصبح رح نروح. حلو براتي، هاي الخطوة مهمة إلك، هالبرنامج رح يساويكي نجمة كبيرة. أوف يا، مو معقولة أنتي بنتي، فهميني ليش دائماً متشائمة وشك ما بيتفسر؟ بتضلي عطول مبوزمة ومتضايقة. ماما يعني أكيد ما رح كون مبسوطة، أصلاً ولا شي بالبيت عم يمشي مزبوط، وبنتك المدللة ما عاد إلى أي قيمة بالبيت أبداً، الكل تاركني بس لحتى أتعب وانشغل بشغل المطبخ، وهديك سلفتي براتيبة ملكة المطبخ بلشت تستمتع بحياتها. ماما هي عم تقضيها تسلاية ومشاوير، وأنا تعرفي ماما هنن اختاروها مشان تجارب الأداء بكرة لبرنامج تالنت هانت. رح جن ماما، أنا ولا شي، خلص أنا انتهيت هلأ، ما عاد إلي قيمة. سكتي سونيدي، وجعتي لي راسي من النق. اللي عم تفكري فيه صدقيني ولا شي منه حيصير، تركي الأمور تمشي وشوفي سلفتك كيف حتوقع عوشها، وابقي تذكري اللي قلت لك يا فهمتي؟ عن جد فقلتيني بحكيك ماما، رح ساوي شو ما بتقليلي بالحرف الواحد. باي ماما، شكرا شكرا كتير. باي. براتيبا عادي لنحكي. ماهين إذا بتريد، أنا عن جد مشغولة، خلص منحكي بعدين. طيب ركزي لك شوي، شوفي شرشف حاططيه بالمقلوب. أنا ما بعرف كيف هيك. براتيبا تعي عادي، يلا حبيبتي. فيني أعرف ليش متضايقة؟ براتيبا أنت صوتك حلو بجنن وبيطير العقل، صوتك رح يكون سر نجاحك صدقيني. بعدين ما في داعي تخافي، ما أنا موجود جنبك دائما. قليلي ليش كل هالقلق؟ ماهين أنا ماني خايفة أبدا، أنا بس شوي ملبكة ومتوترة.
أنا حاسة حالي اليوم هيك كتير مخربطة وضايعة. بس الشغلة مانا صعبة براتيبة، بما أنك قررتي ومصرة أنك تعمليها كل شي رح يزبط. استني دقيقة بس. شوفي هاد، بكرة حتلبسي هالساري، هذا اللي لبستيه بعيد ميلاد بيهو وطلعتي فيه كتير حلوة. اللي بقلك كتير وطلعتي مميزة، فأكيد حتطلعي أحلى على التلفزيون. ماشي معين، خلص أنا رح ألبسه لأنك أنت حابه. براتيبة بكرة يوم مهم ورح تشوفي بعينك، حاسس إنه شي كتير كبير رح يصير، رح يكون رائع. أنا ناطرك. بحياتي ما شفت ماهين مبسوط كل هالقد، أكيد أنا السبب، أكيد هو مبسوط كتير مشاني، وحتى هو كمان مبين عليه مبسوط أكتر مني، ومو واسعته الدنيا وعم يعمل كل شي بيقدر عليه لحتى أنا أقدر شارك بهالمسابقة. إن شاء الله أقدر أكون عند حسن ظنه. شوفي براتيبة ماهين، حاسة في شي هون غريب كتير، يعني هالعالم اللي هون فيها شي غريب، واليوم المفروض يكون تاني يوم بالمسابقة، لهيك ليش الناس قلال؟ لازم يكونوا أكتر. حبيبتي مو وقته هلأ لتتوتري، خلص انتي انسي هالموضوع هاد، هاي فرصتك هلأ، حاولي ما تضيعيها وركزي، كل شي رح يكون تمام، لا تاكلي هم، خلينا نروح ونستفسر. يلا. عفواً براتيبا أجرافال إمتى دورة؟ دقيقة لو سمحت، لسه في مع شوية وقت. ماشي، نحن ناطرين. وهلأ الرقم 9 جون جون سيرفي ستاف.